جمعية المرأة الأصيلة، شنو حويلك قبل كل شيء وشنو حوي المرأة النبلية؟ أول حاجة الحمد لله، الحمد لله والشكر لله والأمل في الله لا غير. الحمد لله على الغيث النافع، الحمد لله يا الحمد رب. لله يا ربي الحمد لله، ما أحلى شيء تاع في فصل الربيع. أي والله احنا كل شيء بلد الاستثناءات. بالحق ما حلينا. أي دونك كيف حاله المرأة التونسية اون جينيرال؟ اي والنبلية بالأخص. بالأخص. اي شنو حويلنا؟ أنا ديما نقول المرأة التونسية، ما نعرفش علاش. كلنا تونسية. تهمني برشا المرأة القروية. قروية. والمرأة الساحلية والمرأة الجندوبية والمرأة البنزرتية. أنت تويكا شكبت عليا، خلينا نقولوا. المرأة هذيك هي المرأة اللي تمثل، المرأة اللي تمثل اللي تحمل الجنسية التونسية، المرأة التونسية. محلاه كلامك فوفا، بالحق محلاه كلامك. حب وتحية بالحق أمل لكل امرأة تونسية، بالأخص حذامي في الشهر الفضيل. تحية للمرأة اللي تخرج تخدم الصباح وتبدأ تفكر وتخمم شنو باش تروح الطيب، باش ترضي سي السلطان، باش يقول لها ميرسي بوكو على العشاء البنين. عنا مخرج تو يتغشش، عنا المخرج الوحيد تو يتغشش شوي. تغشش علينا علولو، على خاطر علولو زاد يطيب وتعب وشقي، ولكن علي ما نجموش ننكروا للمراه بالحق بين الخدمه والتربيه. للمراه التونسيه نحب نقول لك حاجه يا اخي، ساهل باش تكون مراه تونسيه؟ لا ماهوش باش تكون مراه تونسيه، لازمك تكون مراه قياديه. ايوه لازمك تكون مراه عاليه شامخه. اسمك كبير، اسمك مرأة تونسية، مش سهل باش تكون مرأة تونسية. عاملة نساء بلادي، هذو هما باش نحكيو على نساء تونس، باش نحكيو مع نساء تونس الحرايا. يرحم صليحة، يرحم شيرة بن مراد، يرحم عزيزة عثمانة، توحيدة بشيخ، يرحم كل مرأة تونسية مناضلة اللي تعلمنا منهم الخير والعطاء، تعلمنا نعطيو لبلادنا من غير ما نقولوا يكفي ومن غير ما نقولوا ولا تعبنا ولا نستناو في أي حاجة. يكفي واحد كيف يعمل حاجه لتونس ويحس في بلاده ويحس بفخر كبير، الفخر هذاك اللي تحسه بينك وبين روحك في حد ذاته، هذاك التكريم للذات. انا ما عادش باش نقدم، شي خليه يتقدم الحقيقه. كمل كمل، ولا ما احلاه كلامك. وقليل نسمع هكا امراه قاعده تحكي على امراه بكل حب، قاعده تحكي بحاجه ما تشوفوهاش في عينين الناس الكل حقيقه. على خاطر حاجه حذامي بالحق وبكل صدق، تو انا جايه فما عون امن امراه تحية في نابل توا اللي نحييها برشا برشا، باش نرجع ناخذ اسمك راني كنت تسمع ولا لا. وانها كان سوق قالت لي، قلت لها بونجور مدام، قالت لي اول، قالت لي اول حاجه نصبح عليها الصباح مزيان هكا. ما حلينا نسيبها. لا قلت لها اي اسمعني، فما حفل راهو هكا وهكا وهكا، توا قزا ربي الكفا فيهم باش نرجع بحذيك بعد. ملا اكيد راهي تسمع فيك. دونك نحييها برشا، نحب نحيي المراه الأمنية، المرأة اللي قاعدة تقوم من الفجر تمشي تخدم في الحظيرة، نحيي المرأة الريفية والمرأة الفلاحة. عندي علاقة كبيرة بمرأة بحارة كرمتها فيما سبق قبل. نحيي سيداتي اللي قراتني، اللي ربيتني قبل ما تقريني، كنا نمشيو المكتب باش نتربيو وبعد نتعلمو. نحيي تحية للروح الوالدة الله يرحمها، تحية لكل أم قاعدة تناضل لأجل أولادها، تحية لكل نساء في كل القطاعات والمجالات واللي مكبشه في حلمتها الشريفه، اللي قاعده تضحي على خاطر صغارها ولا خاطر برشا حاجات. مراه تونسيه، اذا كون انت تكون باش تكون مراه باتم معنى الكلمه، كون مراه تونسيه، واللي باش يجي بعد كل هذيك كمية. مرحبا بينا. مرحبا بينا في هذا العالم. شنو عندنا شو نقولوا بعد اللي تقال هذوما نساء تونس؟ نولي فام، احنا معاكم حتى النص نهار بالطبيعه باش نحكيو على لمه الحباب، هذول اللمه لمتها الكل مدام عفيفه. قاعده نشوف في اسامي ما شاء الله، اسامي هايله وممتازه جدا. كنت تحكي لنا شويه على اللمه هذه، كيفاش نجمت الاسامي الكبار هذوما الكل لميتهم؟ والله والله حذامي، هي هما من اكبر ما عدنا في الفن في تونس. اي ومن اكثر الناس المحبوبين، كي نحكيوا على زينه القسرينيه، نحكيوا على رشدي علوان، نحكيوا على نوال غشام، معز الترودي، سميه الحمروني، سميه الحثروبي، عفوا، والا سفيان صفطه. زاد تحيه كبيره لهم الكل، محليهم بالحق، محليهم اصواتهم الكل يسر حلوه. هذوكم حذامي من اعز اصدقائي في الدنيا. هذوما الحباب. هذوما حباب. ايوه. سانسيرمون سميناه لمه الحباب، خاطر احباب، ما نقولش احباب فوفا فقط، وانما احباب. احباب التوانسه. هما احباب التوانسه، لكن انا نغير على اصحابي برشا. يعني كانت تشوفهم في لمه اخرى تغير شويه. اي نغير على اصحابي. في الخير لا مستحيل. اي.
الخير على الاقل نحبهم نموت عليهم نحبهم نقول لهم زينه حتى كيف تقول لي ما عادش انا اي حد يحكي معايا يقول لي زينه حبايب لا 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 نقول اختي وصاحبتي انا تغير تغير يعني على اصحابك انت يا زينه صاحبتي رشدي صديقي وعشيري وصاحبي نوال كيف كيف معزه لغلا سميه صوفيانه لغلا عشره 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 تعرف شنو لمنا حذامي لمنا حب الخير لمنا التطوع لمتنا اول حفل كان اون 2018 كما كنت نحكي لك قبل في الكوليس معناتها كان العائدات نتاعو اللي فايت العائلات المنكوبه في الفيضانات اللي صارت الله يعاود علينا دونك تلميت الحباب الكل والناس اللي تعمل في الخير واللي تحب الخير ما شاء الله عملت نداء لثلاثه فنانين جاو 24 فنان ما شاء الله ما شاء الله هذوما فنانين التوينسه اللي نحبوهم بالحق اللي يتمتعوا بجانب انساني كبير برشا اي دونك حتى اللي يسال علاش اخترت الناس اللي تحب الخير والناس مش معناها اللي مش موجودين في الافيش لا بالعكس القائمه مازالت طويله مازلت عندنا برشا فنانين تحب الخير وبرشا رياضيين كل مره باش نشوفوهم في حفله ان شاء الله مازلت عندنا وجوه مزيانه في تونس مازلت عندنا برشا مازلت القائمه تكتب مازال الخير موجود اكيد اكيد زينه القصرينيه معاك خالتي عزيزتي رشدي صديقي يعني حتى واحد فيهم خمم معاك مرتين خلينا نقول مستحيل 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 بالحق بالحق زينه القصرينيه اللي أول ما تعرفت على زينة تعرفت عليها في موقف خيري دخلت في موقف خيري وأنا ما زلت ما عنديش بها علاقة كبيرة برشا دونك حبيت زينة من كي شفتها تعمل في الخير حبيتها برشا برشا رشدي لغلا معروف رشدي بخيره وبطيبته محليه رشدي زادة نوال غشام زادة كيف كيف معزة رودي كيف 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 سمية الحثروبي صوفيان صفتة صدقني حذامي بالحق لمة الحباب يجمعهم حبهم للخير أيوة. هذا من تنظيم نذكركم من تنظيم جمعية المرأة الأصيلة الحفل الخيري هذا باش يكون نهار لحد 9 أفريل 2023 باش يكون على الساعة 9 ليلا أكيد مداخله وين باش تمشي إن شاء الله باهي قبل مداخله ونحب أبار الفنانين نحب نقول لك اللي عادنا عرض حضرة هاي وقتاش الحضرة هي يا اختي اي وقتاش وقتاش ما تعرف احنا نواب ليه على الحضره ما بالحق حضره رجال زمان ايوه اقوى الحضرات اللي في اللي العروض نتاع الحضره في تونس باش تكون موجوده نفتتحوا بها سهريتنا بجونا بالبخور بالشمع بالسناجق بالصغاريت بالجو الرمضاني في المدينه العتيقه وبجونا جو المدفع جو السكره جو الطبير والبندير والدربوكه جو التونسي اللي بالحق نحنوا لك الزنقه العربي نحنوا لك اللمه المزيانه اللي على الميده وعلى الطاوله نحنوا للمماتي ومماتك نحنوا للحاجات نحنوا باش ناكلوا توا فردش قال مع بعضنا كل علاش كل واحد والبلان تاعو هو رمضان علاش يلم الناس الكل العائله ما تتلم كان في رمضان صحيح رمضان علم ماي رمضان علم دونك ما تنجمش تكون عندك وقت اخر اللي تنجم تاكل فيه دونك رمضان يلم الناس الكل يلم الحباب باش يكون عندنا عرض الحضره بقياده محمد البيجي ان شاء الله باش تكون الحفل هذايا نهار الاحد 9 افريل 9 نتاع الليل في قاعه بغته مداخيل الحفله هذيا عزيزتي باش ناخذوا بها حوايج العيد الصغيرات كيما عودتكم جمعيه المراه الاصيله كل شهر رمضان حتى غليف شهر رمضان هذوما للعيد ان شاء الله تحضيرات العيد ها هذوما تحضيرات العيد الله الله هذوما تحضيرات العيد سانسيغمون شوفوا قداش خمموا معناها قداش من الصغير باش يتكسف العيد باش يلبس احسن لبسه هذا بفضل مجهوداتكم وبفضل مجهودات الناس اللي زاد تجاهدت معاكم وكانت موجوده كيما الفنانين والا الفضاء زاد اللي انتم باش تقيموا فيه الحفل والا الفرقه وغيره 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 وزاد الناس الخير اللي قاعدين يسمعوا فينا كيفاش ينجموا اليوم ياخذوا التيكي نتاعهم والا يتصلوا بكم بون اللي يحب ياخذ التيكي يمشي لمكتبه بوصاعه في نابل سنتر الغنجه النابليه باتيسوري مدام جمال اللي هما مداعمينا في في الحفل الله غالب خويا العزيز سيد المخرج قال لي بوب حذامي قلت له شنو نعمل خاطر صغيراتنا يلزم الناس هو عمل خيري هما يعطيهم الصحه تطوعوا للخير
دونك فوالا دونك هذوكم سو سون دي بوان دو فونت سيد المخرج فوالا يسالش على خاطر صغيراتنا لو كان نبل الكل نذكروها لهنا ما عندناش حتى اشكال نذكروها حفل خيري موجوده نمرك الخاصه زاده نمرك الخاصه موجوده حتى اللي يتصل بيا انا مفاولي اللي تيكي ما عادش عندي اما اللي يتصل بيا نرجدوا ونقولوا وين موجودين وكل شيء في دار شعبان زاده بارفيرمري مدام باللالح موجود عندها فوالا باش تكون سهرة الحدث ان شاء الله دار النوبيال الكل باش يكونوا غادي تتلم ستة فنانين في قائمة حذامي لأجل هدف واحد فرحة وبسمة لصغير فرحت صغير فرحت عائلة كاملة صغيرات هذوما كيفاش قد تمشيو انتوما تدق عليهم البيبان والا عندكم قائمة حاضرة احنا عندنا قائمة حاضرة مي فما ناس نمشيو لهم احنا فما ناس ما يجيكش وما يقولكش نحب نفرح صغيري هذوك نحطوهم في الاولويات نمشيو لهم احلى ايوه تسمعوا بالكدا اقولها بكل صدق عزيزتي الغاليه جينا حالات اجتماعيه وبعدين في اخر الامر نكتشفوا انه انا معناتها نحتاج ناخذ من عندهم بصراحه هذاك فيما لا شك فيه يوجد تحير ولكن كي تشوفوا انتم برشا حالات اجتماعيه موجوده لازم دراسه نشوفوا نعملوا دراسه ناخذوا هويات نشوفوا يعني بالحق نحبوا الحاجه توصل للانسان اللي يستحقها يعني علاش بالحق فما عائله تتمتع باكثر من عند ستة سبعة جمعيات وفما عائله ما يوصلها حتى شيء صحيح دونك بصراحه هذا حرام اي دونك احنا عدنا القائمه ونمشيو لهم فما ناس اللي تعودنا بهم تو قداش من عام بالحق نعرفوا ظروفهم ولو احبابنا والكل والناس هما بيدهم العائلات فيهم اللي باش يكون حاضر زاده اي باهي برشا في الحفل الخيري ما نعملوش دعوات احنا دونك نقول اللي يحب يتفضل مرحبا يا قصتي كي يساهم هو حفل خيري أيه. تفضل وإيجا مرحبا بيك وحتى كي نشوفوا زاد الأسماء هذيك والمبلغ اللي سوم التيكي ماهوش غالي 40 دينار الحقيقة في متناول الجميع سهرة باش تكون حلوة برشا برشا نوابلية الكل بالحق ندعوكم باش تساهموا باش نفرحوا الصغيرات هذوما باش تستمتعوا بأصوات تونسية ياسر ياسر حلوة باش تتمتع بالجو وبالشيخة وبالحب وبالمتعة وبالخير مع ستة فنانين زينة قصرينية رشدي علوان نوال غشام معزة رودي سمية الحثروبي سفيان صفتة وعرض الحضرة اللي باش يكون عالمي وفما زوز مفاجآت كبيرة حذامي هي عودناهم هكاكا زوز مفاجآت باش يعرفوها لو جور ميم ان شاء الله ان شاء الله ليه انا باش نهز املو عليه وباش نجي ان شاء الله فما نيرة باش تكون موجودة زادة فما برشا حاجات مزيانه دونك فما افيك كونسوماسيون غاتويت بيان سور باش ياكلوا برشا حاجات باش يشربوا برشا حاجات دونك نقول لهم ربي برشا دليل الحقيقه كي تشقوا الفطر ما تعبوش ما تكثروش ما تكثروش برشا يجوا ناقصين راهو عندكم كلمه سيريزمون والله صحه وفرحه صحه وفرحه معناتها جاتنا اقتراحات علاش معناتها بالكونسوماسيون والقلق نو انا نحب كيف تجي تشيخ في مخك وفي كرشك هي برشة ليه الحقيقة معاكم جمعية المرأة الأصيلة سهرة رمضان بصراحة فيها متعة كيف ناكلوا حاجة هكاية تونسية احنا نحبوا الماكلة توانسة اون جينيرال بالطبيعة نحبوا ناكلوا نحبوا البني البنة ونحبوا الحاجة المزيانة نحبوا يا اخي نكذب عليك نحبوا يا مدام نحبوا الماكلة احنا توا انا بيرسونيلمون نخرج نخمم اليوم زعما شنو دبارة ليه دوما من ندخل الراديو نبدا نحكي شنو دبارة شنو باش تكون دبارة ريت المرأة التونسية مخها يخدم كان في الخيرة ميلا يلا خليكم ميلا نهارة الأحد ديسبونيبل وخذوا التيكي نتاعكم من توازين القصرينية رجال الوينة والغشيم عديد الأسماء التونسية تستنى فيكم هذا من تنظيم جمعية المرأة الأصيلة حفل خيري 100% نشكرك برشا مدام فوفا خليني نقول لك نعود نقول لك فوفا أنا تبدا عندكم حفل خيري باش تكون بحذينا لهنا لا بحذيكم وشرفني وجودي في كابا فيم جوست نخرج من كابا فيم أول تليفون يجيني تحب تاخذ تيكي لامها نعطيها تيكي كادو للوالده اي قول لهم الارقام يا مدام عاد علاش الارقام موجوده هي موجوده في الافيش يلا سيدي على 22 854 851 سينا دونك هذوكم لي ديسبو ما نعملهمش برشا واحد دونك باش نعاود لهم الرقم خاطرهم عزاز على قلبي برشا فوالا 22 854 851 اختي تحب تاخذ تيكي لامك اتصل بيا عندي 3 تيكي كادو اتصل بيا نعطيك تيكي للوالده
واللي مش للوالده واللي مش للوالده للوالد مثلا هكا طلبوا لا لا هز عليها تهز عليها تهز عليها تهز عليها مدام نورمال تهز عليها تهز عليها في المباشر تهز عليها تقول لها دوبا نكلمك دوبا نخرج توا لا وعد وعد نخرج من الغاديو نكلمك نعطيك تيكي لا في المستمع لا هز عليها يا مدام بيت طلب عزيز ما تصيرش هز عليها المخرجين قالوا لك هز عليها نجم نحطوها اوت بارلور الو الو مرحبا نتصل بها انا مش مشكل يظهر ما عنديش صلد مش مشكل نهضوا احنا نتصلوا بها باش تعرفوا المستمعات نتاعنا والمستمعين راكم الحب راكم بوسه كبيره ليكم اللي ديما ديما في الاستماع وديما موجودين وديما تحبوا تربحوا الحاجات المزيانين ما تراتيوهمش اي عادي عادي المفيد تاكد من نمري مادام قبل وي على السلامه حطوا لنا اتبرروا قربوا لنا الميكرو كيفاش خويا حطوا لنا اوتبارلور قربوا لنا شويه حطوا اوتبارلور فوالا ميرسي بوكو ميرسي بوكو للميكرو قربوا ومره بيا كيف يجي من عين نساهم في الجمعيه بتاعك يحب يساهم في الجمعيه تحب تساهم وحاجه تشرف مرحبا بيك دونك تحب تصل بعد ليميسيون ولا كيفاش تحب تساهم تحب تاخذ تيكي هي هذه حاجه هذه حاجه شوف احنا بلاش رجال تونس مش مش لا قال لك علولو تونس يا علولو تونس برجلها وبنسيها والله لا يخليها بيان سور باش نقول لك حاجه علولو كلمه حلوه برشا وتفكرها قالوا لي علاش نسيو نرجع له شويه اخر خاطر نرجع لك اخونا الغالي بعد شويه قالوا لي علاش جمعيه المراه الاصيله هذا اسمه اقصاء للرجل قلت له انا لو لم اكن ابنة لرجل اصيل لما كنت امراه اصيله احنا بدنا راه برنامج صحيح للنساء ولكن احنا نساء رجال وش يسكت التليفون مدام خلي خليهم بعد التليفون صيد واحنا نساء رجال فوالا هزين روسنا الحقيقة نفرح بتفاعلاتكم الإيجابية في كل مرة نفرح كي نشوفكم قاعدين تعملوا في الخير وقاعدين تسمعوا فينا وتساهموا زيادة من بكري مرحبا أنا نعرف التليفون ما عادش باش يسكت مادام حضرت شنو اللي فهم التليفون ما عادش باش يسكت مرحبا نحب نقول لهم حاجة أخرى حذامي ربي اللي ما خذاش تيكي يزرب روحه وحاجة أخرى حتى اللي ما يقدرش باش يحضر ساهم راهي 40 دينار بالحق بالحق ما تشريش صبات الوليد الصغير صحيح وحاجه اخرى حذامي راهم حوايج صغار راهم اغلى من حوايج الكبار بالطبيعه راهي لبسه كامله ماهيش رخيصه سانسيرمون وكيف ناخذوا حوايج صغار رانا ناخذوا كيما ناخذوا لصغيراتنا باش ناخذوا للناس الكل بالطبيعه راهو كل كيف كيف ان شاء الله ما نشوفوش حتى صغير هكا مكسوف والا ماهوش لبس في العيد يا ربي حاجه اللي فرحتني سنة في رمضان ما شفتهاش بالكل اللي برشا جمعيات عاملين حفلات خيريه باش ياخذوا بهم حوايج العيد للصغيرات والله حاجه فرحتنا الناس الحمد لله دونك قلنا الحمد لله ما نروش حتى صغير معناتها ناقص حاجه ولا ما عيدش متخصص حاجه يمكن هو ما يحس حتى شيء لكن الام وهذا الهدف نتاعنا جمعيتنا تهتم بالمراه وتهتم بالطفل يلا تليفون ما عادش باش يسكت نشكرك برشا على الحضور مدام فوفا شكرا ميرسي ميرسي شكرا ليك ميرسي شان نهاركم زين شهية طيبة الناس الكل كونوا في الموعد يجاو تمتعوا شيخو برشا ربوخ لين الدوخ برشا جو برشا حب برشا متعة اي سيغتو برشا خير نستناكم الحد الجاي 9 متاع الليل في فاختا اي ميرسي بون جورني شكرا ليك مشكورة جدا احنا باش نرجعوا لكم شوي اخر ودوني التليفون نتاعها ما يسكتش يلا ترتيحة صغيرة مع الموزيكا ثم لنعاودها